وصلوا ماتموزيل وصلوا. على مهلك سهيلة، انت انزلي استقبليهم وخلي بشير يجي لعندي، قولي له انه انا بدي. حاضر. اهلا وسهلا يا خانم. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اه تعبت. شو رايك خليهم يساوونا قهوه ونشربها مع بعض؟ موافقه. خير ان شاء الله، ما حدا عم يعزمني. اهلا وسهلا. اوه مرد على مهلك. انا اسف كثير. ولا يهمك. خليني وصلك لفوق، يعني هالخانم. هلا بلحقك حبيبي، بدي اقعد شوي مع فيروز خانم. اذا بتحبي طلعي بالاول لفوق، المدموزيل عم تستناكي بغرفتك. اه طالما المدموزيل لساتها هون معناها في شي. عن اذنك بشوفه. ماشي. استنيني نهال، انا جايه معك. خير ان شاء الله. شوفي بشير، تعالي المدموزيل بدها اياك. كانوا مشغولين بغرفه نهال، بدهم يعملوا لها اياها مفاجاه. ليش خلصت؟ ايه وطلعت كتير حلوه. اه كتير منيح. ليكون ما اجوا اغراضي كلياتهم. ما بعرف. سيربريز. ما عم صدق، امتى لحقتوا تركبون؟ سمعت انك كل الوقت رح تكوني بالجمعيه، حبيت اعمل لك اياها مفاجاه. ما عم صدق، عن جد حلوه. البرادي كثير حلوين. مين يلي نقاهم؟ اكيد سميره خانم، ما هيك؟ لا انا يلي نقيتهم وخليتهم يخلصوهم بيومين. شكرا كثير لك مدموزيل. صراحة مزوقة كتير. بتعرفي إنه الأغراض اخترناهم سوا أنا ومهند؟ تقريبا كل شي في أغراض هون هو يلي نقال ياهن. قال لي إني كنت مثل زر الورد وهلأ فتحت. هيك لكان. بصراحة المراية والطاولة مو حلوين. بالعكس حلوين كتير. كتير رح تعجبها الغرفة لماما، بتحب هالستايل. متأكدة؟ كتير. المهم عجبتني. حلو كتير، وأنا كمان عجبتني. هيك أحلى من القديمة. وهذا يلي كان بديها. أنا حبيتها كتير. ألف مبروك حبيبتي. وهلأ خلونا نشوف غرفتي. وغرفتك خلصت كمان؟ إيه، مو بس أنتي بتخلص غرفتك، وغرفتي كمان خلصت. شو رايكم؟ واو غرفة رجال. وانا هاد اللي كان بدي اياه. مبروك حبيبي، كتير طالعة حلوة. ايه وانا كمان رح جيب لك كم لعبة تحطن هون. يا سلام يا سلام، كل واحد بيجيب لي غرض هدية للغرفة. ايه كيف كان اليوم؟ ما حكيتي لي. اليوم صار تغييرات كتير حلوة بحياتي. اها واضح هالشي. حاسة انك متغيرة، كأنه قدامي نهال تانية. لأنه راحت على الجمعية ما هيك؟ عفوا هي بالغلط رايحة لغرفة مراد. اه وعندي كمان في شغلات لازم تنزلوها لتحت. حاضر. منشوفك على العشاء؟ ولا بتحبي نبعث لك الاكل لهون؟ طبعا لا. نهال ما قعدنا مع بعض اليوم. ايه والله، وانا في عندي شغلات لازم اسالك عليها. عن جد؟ ايه. شو حابة تسأليني؟ شغلتي لي بالي. أنا لحد اليوم كنت مفكرة إنه نحن كتير قريبين من بعض. ليش نحن شو؟ أنتي قولي. معقولة عم تسأليني هيك سؤال؟
حاسة إنه في شغلات ما عم بعرفها، والأهم من هيك إنه بتخصني، وهالشغلات عم تنحكى قدامكم كلكن، إلا أنا ما بتنحكى قدامي. إذا كنتي بتقصدي اللي عم نحكيه مع فيروز خانم، ما عم أعطي أهمية لهالشغلات يا نهال، وأنا ما حكيت معك لأنه بعرف إنه هالشي غلط كتير كبير. هيك لك؟ إيه، وأنت كمان مو لازم تاخدي كلام فيروز خانم بعين الاعتبار. بابا حبيبي. حمد لله سلامة عدنان بي. اشتقت لك. غرفتك طالعة كتير حلوة. بابا شوفي. ولا شي، اشتقت لك. بس أنا غبت يوم واحد. وإذا اشتقت لك وبس. الغرفة طالعة حلوة ما هيك؟ ايه حلوة كتير كتير. يعني مو لساتها غرفة أولاد؟ حبيبتي انت ليش مستعجلة تكبري بسرعة كبيرة؟ Mm-hmm.